جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في البر مع مجموعة من الزملاء بدون أذان؟ هذا محل خلاف، والصواب أن الأذان واجب، أن الأذان واجب في السفر وفي الحضر لصلاة الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. بعض العلماء يقول إن وجوب الأذان إنما هو في الحضر، وأما السفر فيستحب، ولكن الصحيح أنه واجب للجماعة في الحضر والسفر إذا دخل الوقت. نعم.